مرحبا، نهاركم نشرة الظهيرة من LBCI وهذه عناوينها: اغتيال مسؤول شعبة المعلومات في مرياطة، ريفي يشن هجوما على حزب الله، الزمن ليعود إلى الوراء، وانطلاق اجتماعات موسكو السورية والأكراد يطردون داعش من كوباني. أهلا بكم. مسلسل الجرائم المتنقلة يصل إلى مرياطة قضاء صغرتة. المؤهل الأول ومسؤول شعبة المعلومات في البلدة غسان عجاج وجد مقتولا وبلدته تودعه. كشفت مصادر أمنية للLBCI أن المؤهل الأول غسان عجاج تعرض للاغتيال على خلفية عمله في شعبة المعلومات، وأن عملية قتله هي عملية إرهابية ورسالة للشعبة، لافتا إلى أن ما حصل لن يثني الشعبة عن مواصلة ملاحقتها للإرهابيين إلى أي جهة انتموا. وقالت هذه المصادر إن عجاج كان عائدا إلى منزله في مرياطة بعد 11 ليلا عندما أقدم مجهول على إطلاق رصاصة واحدة من رشاش كلاشينكوف باتجاهه من بعد 10 أمتار، واخترقت زجاج سيارته وأصابته في رأسه ما أدى إلى مقتله على الفور. في مرياطة شيعت قوى الأمن الداخلي شهيدها بمشاركة حشد من أبناء البلدة، وقد لف نعشه بالعلم اللبناني وأدت له التحية ثلة من قوى الأمن. وبعد الصلاة على جثمانه جاب المشيعون بنعشه شوارع البلدة وصولا إلى المدافن حيث غوري الثرى، وكانت كلمة تأبينية للمديرية العامة لقوى الأمن. ماذا نقول لمن عمل أعمالا كبيرة بصمت كبير، ومن أنجز الكثير دون مفاخرة، من اقتحم الصعاب دون خوف من تفاني في الخدمة حتى الشهادة. أهالي مرياطة والجوار استنكروا هذه الجريمة معتبرين أنها تهدف للفتنة ومطالبين بالكشف عن الجنات في أسرع وقت ممكن. يد غدر ومحاولة رمي فتنة بالضيعة. إن شاء الله الضيعة أوعى من هيك، ضيعة واعية إن شاء الله والشباب واعيين، ما حننجر للفتنة. هذا من أسباب السلاح المتفلت يلي الشيخ سعد وكل قوى 14 دار اللي هي عم تشتغل على موضوع ضبضبة هذا السلاح يلي عم نشوف نتائجه على الأرض. التحقيقات في مقتل المؤهل الأول غسان عجاج والذي كان في عداد شعبة المعلومات في صغرتة متواصلة لكشف الملابسات من خلال جمع الأدلة والاستماع إلى بعض الإفادات وجمع أفلام كاميرات مراقبة من المنطقة، كما أنها تطال قضايا عمل عليها عجاج بعضها أمني وبعضها الآخر غير أمني. رد وزير العدل اللواء الشريفي على تمسك نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، فقال: استعاد الشيخ قاسم المعادلة الخشبية الجيش الشعب والمقاومة، وإزاء هذا الكلام لا نجد إلا أن نذكر حزب الله أن الزمن لا يعود إلى الوراء، وبالتالي فإن محاولة الحزب إعادة إحياء هذه المعادلة التي أسقطها البيان الوزاري هي محاولة للتذاكي والاختباء وراء المؤسسات العسكرية والأمنية ومن أجل تدفيعها ثمن سياسة المغامرات والتبعية للنفوذ الإيراني التي أدت إلى توريط لبنان في الأحداث السورية ولا تزال. وتوجه ريفي لحزب الله بالقول: أما السلاح غير الشرعي الذي تضعونه بخدمة الأجندة الإقليمية لإيران فهو مرفوض، وهو بشكل أساسي لإضعاف الدولة، وسنواجهه بسلاح الموقف، ونحن متأكدون بأنه ومهما بلغ به الاستكبار لن يقوى على الدولة القادرة على إسقاط كل مشاريع السلاح والهيمنة. في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت وصل السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري تقبل التعازي بوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. ومن أبرز المعزين اليوم وفد من حزب الله ضم النائبين نوار الساحلي وعلي المقداد. وإلى مسجد محمد الأمين حضر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والتربية والتعليم العالي الياس بوصعب للتعزية بعدما لم يتمكنا لأسباب لوجستية من الذهاب إلى الرياض مع الوفد الرسمي اللبناني نظرا لوجودهما في مؤتمر دافوس. وقد غادر منذ قليل العماد ميشال عون يرافقه الوزيران باسيل وبوصعب إلى الرياض لتقديم واجب العزاء هناك. وإلى الرياض يغادر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الهند حيث شارك كضيف شرف في العرض العسكري بمناسبة يوم الجمهورية في سابقة لرئيس أمريكي، وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز. مستشار الأمن القومي الأمريكي أعلن من نيودلهي أن أوباما والعاهل الجديد الملك سلمان
سيبحثان على الأرجح المعركة ضد الإسلاميين المتشددين والأزمة السياسية في اليمن، لافتا إلى أن الملك سلمان ملتزم باستمرار التعاون مع الولايات المتحدة في القضايا الثنائية الهامة، وأضاف إن الهند والولايات المتحدة يمكن أن يتعاونا في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والمقاتلين الأجانب. انطلقت في موسكو اليوم المشاورات بين المعارضة السورية لينضم وفد النظام السوري الأربعاء المقبل. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي التقى نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان رأى أن على المشاورات بين السوريين أن تفضي إلى مفاوضات برعاية أممية. على أي حال، الزميل رائد جبر ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو للمزيد من التفاصيل. رائد، هل تضاعن لو سمحت في أجواء هذه المشاورات؟ نعم، يعني منذ الصباح حوالي الساعة 11 بتوقيت موسكو بدأت المشاورات خلف مغلقة. الجزء الأول هو حوار داخلي بين أطراف المعارضة، لكن موسكو تلقت منذ البداية مفاجأة غير سارة، لأن كانت يعني مع غياب الصف الأول من هيئة التنسيق بعد تأكيدات كان الدكتور حسن عبد العظيم رئيس الهيئة وهيثم مناع وقياديين آخرين أكدوا لموسكو أنهم سيحضرون. الآن مع هذا الغياب، بالإضافة إلى غياب مقاطعة الائتلاف السوري، فقدت يعني الجلسة أو المنتدى الكثير من أهميتها، لذلك سقط التوقعات غدا أدنى من السابق بكثير. الآن يتوقع يعني بعد حوالي ساعتين من الآن أن تنتهي الجولة الأولى من الحوار اليوم، على أن تستأنف غدا صباحا جلسات الحوار داخل أوساط المعارضة. حتى بين أوساط المعارضة يعني واضح الشخصيات التي تمكننا من التحدث إليها صباحا لا يوجد كثير من التفاؤل في الواقع، خصوصا أن ورقة القاهرة التي يعني وقعت أخيرا بيان النقاط العشر لا يوجد إجماع عليه حتى بين الشخصيات التي وصلت إلى موسكو وتشارك حاليا في هذا الحوار. نعم، الزميل رائد جابر من موسكو، شكرا لك. وفي إطار متصل، أعلن الائتلاف السوري المعارض عدم مشاركته في محادثات موسكو لعدم إيمانه بجدية الروس حيال هذه المفاوضات. She was not actually invited. The Russian Foreign Ministry chose not to invite political entities, but they preferred inviting some political personalities. So the Syrian coalition had no option first to start with. Second of all, the list of attendees showed that the Russians were not really serious about these negotiations. Most of the people that they chose were people who lived in Damascus, closely associated with the regime, and they were counted, the Russians invited them, as Syrian opposition. تمكن مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية من طردي عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة عين العرب السورية الحدودية مع تركيا، وذلك بعد أكثر من 4 أشهر من المعارك، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أوضح أن وحدات حماية الشعب تسيطر على مدينة كوباني بشكل شبه كامل، مشيرا إلى انسحاب مقاتلي التنظيم الجهادي المتطرف إلى ريف عين العرب، وهي الصفعة الأقوى من الناحيتين الرمزية والعسكرية التي يتلقاها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ توسعه وسيطرته على مناطق واسعة فيها في الصيف الماضي. وبالقرب من دهوك في كردستان العراق، قامت سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الممثلة والمخرجة الأمريكية أنجلينا جولي بزيارة إلى مخيم خانكي للاجئين السوريين والنازحين العراقيين بالقرب من دهوك في كردستان العراق. ومن هناك أعلنت أن الأسرة الدولية لا تؤدي واجبها في حماية المدنيين المتأثرين من النزاع في العراق وسوريا، وقالت إنها الزيارة الخامسة لي إلى العراق منذ العام 2007 والمعاناة أسوأ من أي وقت مضى، لقد فشلنا. The international community has to step up and do more. UNHCR received only half of the funding it needed in 2014 for programs in Iraq and Syria and is extremely concerned at the slow pace of pledges for this year. Without more assistance, the situation is unsustainable. I've met mothers whose children have been kidnapped by ISIS. As a parent, I cannot imagine a greater horror, and they are overwhelmed by the thoughts of what is happening to their children right now, with the knowledge that there is abuse
slave labor and sexual slavery. هذا وناشدت مجموعة من المشاهير البريطانيين من بينهم الممثلة إيما تومسون الفائزة بالأوسكار ومصممة الأزياء فيفيان ويستوود برسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انتقدوا فيها الحكومة لعدم ترحيبها باستقبال المزيد من اللاجئين السوريين. وجاء في الرسالة المفتوحة: في مناخ يضطر فيه الأطفال للعمل لمساعدة آبائهم على البقاء على قيد الحياة وتباع فيه الفتيات للزواج في سن صغيرة ويعجز فيه ضحايا التعذيب عن إعادة بناء حياتهم، فإن أي مكان لإعادة التوطين توفره بلدان مثل بريطانيا يعد بمثابة طوق نجاة. تابعوا معنا بعد الفاصل: من ارتكب جريمة سجن؟ أهلا بكم من جديد. من المجلس النيابي اعتبر وزير السياحة ميشيل فرعون عقب اجتماع لنواب بيروت أن ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت مشروع استراتيجي، لافتا إلى أن هناك ضمانات لأصحاب الشاحنات في المرفأ وأن الملف ليس طائفيا. ما في أي أنا ما شايف على الصعيد المسيحي، ونحن اتصلنا ببعض شوفيرية الكاميون. أنا عم شوف وما بدي سيس، لأنه عم بجرب أنا نور الرأي العام انه هذا هيك نوع من الضغط السياسي وشوي طائفي، انه الكاميونات، ونحن بعتقد انه بالعكس لازم يكون في حوار مع اداره المرفأ. نحن مستعدين كمان نساعد، لانه حكينا بتطمينات وضمانات لكاميونات ان كانت مسيحيه او غير مسيحيه انه تشتغل، ويكون في ايضا نوع من العقود اللي بيكون ثابته اكثر. في مجال آخر، أكد نائب محمد قباني أن لا وجود لأي دراسة بيئية تبرر قيام سجن. استوقفنا ثلاث جوانب، في جانب فني، لما اجت شركة ألمانية حكومية، مؤسسة حكومية اسمها بي جي آر، عطت تقرير بتقول انه هذا السد الارض اللي موجوده فيه بالحوض بتسرب مي كثير، وبالتالي يعني سيكون تجميع المياه اقل بكثير مما هو مقدر. هذه النقطه الاولى. هلا لما صار في اعتراض على هذا التقرير، رجع تكلفت شركه فرنسيه مهمه كثير اسمها سافاج، وعملت رجعت تقرير اكدت نفس الموضوع بانه موقع السد لا يصلح. هذا من الجانب الفني. من الجانب البيئي، الحقيقة ما في دراسة بيئية مقنعة يعني تبرر قيام هذا السد. عرضت نقابتا أطباء بيروت وطرابلس لملف الوصفة الطبية الموحدة، ودعا نقيب أطباء لبنان البروفيسور أنطوان البستاني لإزالة العوائق والهواجس أمامها والبدء باستعمالها في أسرع وقت ممكن، متسائلا لماذا لم تطبق الوصفة وقد صدر القانون منذ 4 سنوات ولها ميزات وإيجابيات. كيف يمكن لجهة ضامنة القبول باستبدال الصيدلي دواء أو أكثر وفي قانونها مادة تمنع ذلك؟ هذه هي الحال مع مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ إن المادة 42 تمنع أي تعديل أو تبديل في الأدوية المسجلة على الوصفة. صحيح إننا أخذنا من المسؤولين وعداً بتعديل تلك المادة، لكن الوعد لم يزل شفهياً، ومجلس إدارة الضمان لم يتخذ بعد قراراً بذلك. ادعى نائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري بجرم التلاعب بإيصالات رسمية واستخدام أدوية منتهية الصلاحية بعد تزوير تاريخها وبيعها، وأصدر مذكرة بحث وتحر في حقها لتواريها، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات. ملف النفايات في كل من جبيل وعكار كانت مدار لقاءات وزير البيئة محمد المشنوق الذي بحث مع النائب سيمو أبي رميا ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس في كيفية معالجة الإشكال بين اتحاد البلديات والشركة المشغلة التي تعالج النفايات في منطقة جبيل كي تنخرط جبيل نهائيا ضمن الخطة الوطنية للنفايات. أما النفايات في عكار ومشكلة التلزيم فاطلع عليها المشنوق من النائب هادي حبيش بحضور الوزير السابق فوزي حبيش، كما تناول البحث
الإجراءات التي اتخذت لوقف المجزرة التي لحقت بمحمية الأموعة في عكار. على طريق بشامونح اجتاحت شاحنة محملة بالأتربة 15 سيارة واستقرت فوق دراجة نارية نجا صاحبها بأعجوبة بعدما فقد سائقها السيطرة عليها ما أدى إلى سقوط 3 جرحى. تابعوا معنا بعد الفاصل مفاجأة اليونان وداعا للتقشف. أهلا بكم من جديد. غدا يوم على الذكرى الرابعة للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بوالدهما عام 2011 في مصر، أخلي سبيل نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك جمال وعلاء. وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما الأسبوع الماضي بإخلاء سبيلهما على ذمة إعادة محاكمتهما في قضية اتهما فيها مع والدهما بتحويل أموال من اعتمادات القصور الرئاسية لبناء وصيانة قصور ومكاتب مملوكة لهم. فيما يحكم الحوثيون من قبضتهم على العاصمة صنعاء، أعلن مسؤولون محليون أن ما يشتبه بأنها طائرة أمريكية من دون طيار هاجمت سيارة في محافظة مأرب في شرق اليمن، ما أسفر عن مقتل 3 يشتبه أنهم من تنظيم القاعدة. غداد تعثر المحادثات الرامية لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن بعدما انسحبت 3 أحزاب سياسية رئيسية من المفاوضات مع جماعة الحوثي. أغلق الحوثيون الطرق المؤدية إلى جامعة صنعاء لمنع المتظاهرين المعادين لانتشارهم وسيطرتهم على العاصمة من التظاهر. وقد أفاد شهود في صنعاء لوكالة الأسوشيتد بريس بأن الحوثيين هاجموا المتظاهرين بالسكاكين والعصي واعتقلوا عددا منهم وحطموا كاميرات المصورين. وكان الحوثيون أطلقوا رصاصا حيا الأحد لتفريق متظاهرين تجمعوا في جامعة صنعاء، وأوقفوا أيضا متظاهرين وصحفيين، تم لاحقا إطلاق 2 منهم لقاء تعهد خطي بعدم تغطية التظاهرات في صنعاء. أمنيا أيضا أعلن مسؤول محلي لوكالة رويترز أن مسلحي تنظيم القاعدة هاجموا نقطة تفتيش تابعة للجيش في محافظة أبيان جنوب اليمن وقتلوا جنديا وجرحوا 2، فيما قتل 2 من المسلحين. هذا وتحضر الأزمة اليمنية في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، أزمة كانت تفاقمت عقب استقالة الرئيس عبد الرب منصور هادي الأسبوع الماضي بعد أيام من اقتحام المسلحين الحوثيين للقصر الرئاسي. إلى ذلك وفي ظل عدم وجود حكومة مركزية في صنعاء، أعلنت السلطات المحلية في بعض أجزاء البلاد أنها لم تعد تتلقى الأوامر من العاصمة، ما أثار مخاوف من تفتت البلاد. فوز حزب سيريزا اليساري في الانتخابات المبكرة في اليونان. ألمانيا تتوقع احترام الحكومة الجديدة التعهدات على مستوى الإصلاح والتقشف، وبريطانيا تحذر من انعكاس هذا الفوز مزيدا من الغموض الاقتصادي في شتى أنحاء القارة العجوز. هو فوز على 5 سنوات من التقشف والذل والمعاناة، هكذا وصف أليكسي تسيبراس زعيم حزب سيريزا اليساري اليوناني فوزه في الانتخابات العامة المبكرة على حساب حكومة أنطونيس ساماراس التي يبدو أنها عوقبت على سعيها إلى الاستجابة إلى أقصى الحدود لمطالب ترويكا. خطاب الفوز لرجل اليونان القوي الجديد لم يسمح بكشف نواياه بوضوح، بحيث أكد أولا أن تفويض الشعب اليوناني يعني نهاية ترويكا، أي خبراء البنك المركزي اليوناني والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، الجهات المانحة 3 التي تفرض سياسة تقشف على أثينا مقابل قروض بنحو 240 مليار يورو لإنقاذ البلاد من الإفلاس. لكنه وفي الخطاب نفسه بدا قابلا للتسوية، معلنا استعداده للتعاون والتفاوض للمرة الأولى مع شركاء البلاد على حل عادل وقابل للحياة، علما أنه يطالب بإعادة هيكلة الديون وزيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء عدد من الضرائب، في حين أن شركاء اليونان لا يقبلون سوى بتخفيف لهذه الديون مشروطا بمواصلة الإصلاحات.
صحيح أن فوز تسيبراس فاجأ الجميع بحجمه، إلا أنه كان متوقعا، فقد نقل عن مصدر في الاتحاد الأوروبي تأكيده عدم التمكن من تفادي إعادة التفاوض على الديون، لكن السؤال المطروح يضيف هذا المسؤول هو عن المواضيع التي ستتناولها المفاوضات، هل هي الاستحقاقات، المبالغ أم الاثنان معا، ليستطرد بأن المبالغ هي الموضوع الأصعب. في أي حال، الإشارات الأولى للاتحاد الأوروبي إلى تسيبراس ستنطلق الاثنين من اجتماع وزراء مال منطقة اليورو المخصص لبرنامج مساعدة اليونان. غداة أحداث شارلي إبدو، وفي أحدث خطوة لملاحقة مواد تعتبر مثيرة للحساسيات الدينية في تركيا، أمرت محكمة تركية بحجب عدد من الصفحات على موقع فيسبوك التي اعتبرت مهينة للنبي محمد، كما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية التي هددت بمنع الدخول إلى الموقع كله إذا لم يمتثل لأوامرها. أمر المحكمة الذي جاء بناء على طلب ممثل للإدعاء لم يصدر بعد أي تعليق فوري من الفيسبوك على هذه الخطوة. قتل 7 جنود أوكرانيين ومدنيان في الساعات 24 الأخيرة في شرق أوكرانيا الانفصالية الموالي لروسيا، حيث تستعد السلطات اليوم لإجلاء الأطفال من عدد كبير من القرى التي تشهد معارك عنيفة. وأعلن المتحدث باسم الجيش أن المتمردين أطلقوا النار 115 مرة في الساعات 24 الأخيرة على مواقع الجيش الأوكراني وعلى بلدات في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق البلاد، وقد علق قرابة 500 عامل منجم تحت الأرض بسبب تلك المعارك. الجمال الكولومبي يتربع على عرش جمال الكون. Miss Universe is إذن إلى ملكة جمال كولومبيا عارضة الأزياء باولينا فيغا ذهب لقب ملكة جمال الكون الذي تفوز فيه هذه السنة أيضا مشاركة من أمريكا اللاتينية بعد فوز متسابقة فنزويلا في العام الماضي. هذه المسابقة التي انتهت بتنافس ملكتي جمال الولايات المتحدة وكولومبيا على اللقب أقيمت على مسرح جامعة فلوريدا الدولية في ميامي، وشاركت فيها 88 شاب من كل أنحاء العالم، من بين هن ملكة جمال لبنان سالي جريج التي تألقت في فستان من تصميم اللبناني جورج حبيع. باولينا البالغة من العمر 22 عاما حصلت على هذا اللقب بدعم من الجمهور، وأيضا حازت على دعم منظم المسابقة رجل الأعمال الشهير دونالد ترامب الذي صرح بعد الحفل أنها بدت نجمة منذ اللحظة الأولى. في المغني اليوناني ديمس روسوس الذي تربع على عرش الغناء العالمي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والذي اشتهر بصوته الكنسي الحنون الذي يتعارض مع حجمه وبأغنية فروي. ولد في الإسكندرية في 15 حزيران 1946 لأبوين خسرا ممتلكاتهما إثر أزمة السويس، مضطرهما للعودة إلى بلدهما الأم ومعهما ديمس. بدأ حياته كعازف ترومبات في فرقة جاز قبل أن يبدأ بالغناء، ليصل في ذروة عطائه إلى بيع 70 مليون أسطوانة. بسألكم وين بختم؟ وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء.